السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك، ترجم لي شو مكتوب داخل هالبيبر؟ مو فاهم ولا شيء. سمن بكمن؟ لا 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 شو؟ لا 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 لا. شو فيك حبيبي؟ ترجم لي. هو مين اللي كاتب لك الورقة دي؟ ماي وايف، دكتورة ما شاء الله، مو فاهم ولا شيء. بص حضرتك، انت تاخد الورقة دي وتمشي البقالة. بقالة ليش؟ شو مكتوب؟ أصل دي خضرة. خضرة؟ خبرني شو الخضرة. بص حضرتك، أول واحدة هنا هو دي كيلو مانجا. هذه فواكه، أنت قال خضرة. تاني واحدة 2 كيلو برتقال. برتقال، أوكي. آخر واحدة هاتوي دي بقى موزة واحدة. موزة واحدة؟ كيف؟ هاي ماي وايف طالبة واحد بس حبة؟ نسيتني، مو مشكلة، بس آخر شيء موزة واحدة. أيوة يلا حبيبي. أيوة. مشكور، الله يعطيك العافية. ما تجيب لي موزة يا باشا. إن شاء الله بتوصفي. لا 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 لا.